والآن نتحول إلى أهم أنباء الطقس. مرة أخرى نعود إلى ياسر عبد الستار. إليك ياسر. شكرا لكما، أهلا بحضراتكم إلى أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة العظمى 18، الصغرى 10، الإسكندرية العظمى 17، الصغرى 9، مطروح العظمى 17، الصغرى 9، بورسعيد العظمى 18، الصغرى 10، أما الإسماعيلية ف 18-10. نتحول إلى السويس، درجة الحرارة العظمى فيها 18 والصغرى 11، العريش 18-10، طابة 17-9، شرم الشيخ 22-14، الغردقة 21-13. أما الأقصر ف 21-10، أسوان 24-9، الوادي الجديد 23-7، شلاتين 25-15، أما حلايب ف 23-16. الآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.